هلا خلينا نطلع على الكونستراكشن الداخلي للانسترومنتيشن امبليفاير. اذا انت رحت شريت رح تلاقي انسترومنتيشن امبليفاير شكله زي هيك. ديوال ان لاين بنسميه ديوال ان لاين. ففي داخله طبعا مركبه كل الكومبوننتس المختلفه. خلينا ارسم الداخل له وبعدين رح نشتق المعادله تبعت الامبليفيكيشن. عندي هون مجموعه من الاوب امبس داخليا، هذول مش خارجيا، وما بتقدر انت تبنيهم بالخارج. يعني ما بتقدر تيجي تقول لي انا رح اجيب اربعه اوب امبس وابنيهم، لانه هذول مش ماتشت. ميزه هذول لما بينبنوا في داخل الاي سي بكونوا ماتشت، فبكون فيش عندي اختلافات بالبارامترز تبعتهم. رح ناخذ اول شيء 2 اوب امبس هون بلس ماينس، بعدين رح ناخذ مقاومه، هاي مهمه المقاومه ار 6 لان هي المقاومه الخارجيه اللي رح نشبكها. هاي المقاومه الوحيده رح نضيفها داخل خارج الاوب امب. بعدين رح في عندي مقاومات اخرى، عندي هون مقاومه ار 5 وعندي هون مقاومه ار كمان رح نسميها ار 5، هي مقاومه مختلفه بس لها نفس القيمه تبعت المقاومه اللي هناك. الانبوت رح تدخل معي بالنون انفرتنج اللي هون والنون انفرتنج اللي هون، وهذا رح نسميه V1 وهذا رح نسميه V2. بعدين عندي هون هذه رح اسميها VA وهاي رح اسميها VB، هذه هون V2 و V1. هدفي طبعا اضخم ايش؟ ايش اللي بدي اضخمه؟ الديفرنس ما بين هذول التنين، الديفرنس بين V1 و V2. فانا هدفي اضخم V1 و V2 وما اضخم V1 زائد V2 على 2. بتذكرين قلنا الكومون مود ريجكشن ريشيو ايش بدي اياها تكون؟ زيرو، اولموست زيرو. كومون مود ريجكشن ريشيو لا عالي جدا بدون. لا يعني قصدي انه الناتج التضخيم هو. التضخيم تبع الكومون مود سيجنالز بده يكون زيرو، والتضخيم للديفرنس يكون عالي جدا، بحيث لما اقسم الكومون مود جين الديفرنشال جين على الكومون مود جين يعطيني رقم عالي جدا اللي هو الفرق بينهم. رح ناخذ الان مقاومه ثانيه R1 وكمان مقاومه هون رح نسميها R1، وبعدين عندي هون ماينس بلس R3. رح ناخذ هون نفس الشيء وعندي output هون V out. هلا اطلعوا لي على المرحلة الثانية، ايش هاي المرحلة الثانية؟ هاي ايش سميناه هذا؟ ايش بيعمل هذا؟ لا ديفرنس ديفرنس امبليفاير. هيو هذا راح يضخم عندي في اي راح يتضخم ويطلع اللي هو ماينس ار 3 على ار 1، وفي بي راح يتضخم ار 3 على ار 1 بس مضروب في الفولتج ديفيجن اللي هون، مزبوط؟ او هي 1 زائد ار 3 على ار 1 في الفولتج ديفيجن اللي هون. ايش الفولتج ديفيجن هون راح يكون؟ في ار 3 على ار 1 زائد ار 3. اذا حبيتوا نعمل هاي المرحله نتخلص من هالمرحله الثانيه. فإذا أنا قدرت أطلع VA و VB الأوتبوت بدلالة V أو VB، شو ضل بدي أعمل؟ بدي أطلع VA و VB بدلالة V1 و V2، وهاي المقاومة هاي خارجية المقاومة رح تكون. يعني إحنا لما نيجي نصنع على هذا الانسترومنتيشن أمبليفاير، لو أنت فتحت هذا الانسترومنتيشن أمبليفاير طلعت في داخله رح تلاقي 1 2 3 مش 4 هذول. 3 أوب أمبس داخلية في داخل الآي سي. فلما ينعملهم تصنيع بنعملهم ماتشنج، بيكونوا ماتشت. يعني اذا صار خطا صغير في واحد منهم مش مشكله، بس بيصير نفس الخطا في الثلاثه. ما بصير انا اجي اجمعهم هدول برا. رح يكون في ديفرنسز بين الباتشز المختلفه. اذا هدول الثلاث اوب امبس، هلا في عندي المرحله الاولى بحول من V1 ماينس V2 بيطلع معي شيء بدلاله VA و VB، وبعدين المرحله الثانيه رح اخذ VA و VB واضخمهم حتى يطلع معي V out. خلينا نطلع هلا V out في دلاله الانبوتس بدلاله VA و VB. VA ايش راح يصير فيها؟ راح تتضخم، راح تكون VA ماينس R3 على R1، مش هيك؟ R3 على R1 في VA زائد، هلا عندي هون التضخيم اللي راح يصير VB راح يكون R3 على R1 زائد R3 اللي هي هاي فولتج ديفيجن اللي راح يضل من السيجنال في بي هون هذا الجزء، بس هذا راح ينضرب في جين ايش هو؟ 1 زائد ار 3 على ار 1، مضبوط؟ مضروب مضروب صح.
هلا نحاول نبسط هاي. هاي راح تصير ار 3 على ار 1 في في اي زائد في بي. هلا هاي راح تصير ار 1 زائد ار 3، وهاي ايش راح يصير عندي؟ ار 1 زائد ار 3 على ار 1 مزبوط. شو راح تصير؟ ار 3 على ار 1. الكل شايف ليش؟ فراح تصير هاي مساويه ل في بي ماينس في اي مضروبه في ار 3 على ار 1. اذا هذا الجزء من هون راح يضخم الفرق ما بين في اي وفي بي. هلا بدنا نشوف العلاقه ما بين في 1 وفي اي وفي بي وفي 2 وفي اي وفي بي مضبوط. هلا راح احط كرنت انا هون، الكرنت هذا راح اسميه اي. هلا اتذكروا هاي فكره الفيرتشوال جراوند، ايش احنا قلنا؟ هذه الانبوت امبيدنس هون عالي جدا، وهاي الانبوت امبيدنس عالي جدا من هون. اذا في عندي كرنت نازل من هون ما فيش له مكان غير انه يكمل في هاي المقاومه، بعدين يرد يرجع في هاي المقاومه مزبوط. اذا عندي الكرنت هذا اي، هو نفسه راح يمر هون وهو نفسه راح يمر هون، هي اي واي واي. بعدين في عندي فكره الفيرتشوال جراوند. اذا اجينا احنا اطلعنا هلا هون عندي في 1، هاي هون في مقاومة عالية جدا بس الكرنت اللي بمر فيها زيرو. إذا صار الفولتج اللي موجود هون هو نفسه الفيرتشوال فولتج اللي موجود هون. إذا عندي إذا في 1 هون إيش راح يكون عندي هون؟ في 1 راح نسميها في 1 داش. ونفس الشيء عندي هون، إذا عندي هون في 2 ما فيش كرنت بمر بس الفولتج اللي هون هو نفسه الفولتج اللي هون، صار عندي في 2 داش. هلا اطلع على المقاومة R5 اللي فوق، إيش الفولتج ديفرنس عبرها؟ في A ماينس في 1 مضبوط؟ وهاي المقاومة ايش الفولتج عبرها؟ R6 V1 ماينس V2. وهاي المقاومة ايش الفولتج عبرها؟ V2 ماينس V2. إذا راح نعمله الآن، خلينا أحط هاي المعادلة فوق عشان نفك المساحة. صارت عندي هلا V out بتساوي R3 على R1 في VB ماينس VA. نمسح هذا الجزء اللي هون. خلينا نبدا هلا نشتغل في المعادلات هذه اللي موجوده هون. هلا قلنا VA ماينس بدال V1 داش راح احط V1 بتساوي I في R5. هاي معادلة V1 ماينس V2 بتساوي I في R6. وبعدين عندي V2 ماينس VB تساوي اي في ار 5. هلا راح نحاول نتخلص من اي. الطريقه راح نتخلص من اي، راح استعمل المعادله الثانيه واعوضها في واحد، واستعمل المعادله الثانيه واعوضها في ثلاثه. من اثنين عندي اي بيساوي في 1 ماينس في 2 على ار 6، وهي راح اسميها 4. هلا عوض 4 في واحد شو بتعطيه عشان نتخلص من اي؟ بتعطيني في اي ماينس في 1 بيساوي اي محلها راح احط في 1 ماينس في 2 في R5 على R6 مضبوط هيك، وهي سميها 5. هلا لاحظوا هون صار عندي VA بدلالة V1 و V2، وراح اطلع كمان VB بدلالة V1 و V2، فبقدر وقتها محل VA هون احط القيمة اللي طلعت، ومحل VB احط القيمة اللي طلعت معي من هون. إذا من 5 VA شو بتساوي؟ خلينا ننقل V1 للجهة هاي، شو بتصير؟ بتصير هاي بوزيتيف مضبوط؟ V1 بتصير هون بوزيتيف، وانا عندي هون R5 على R6 بتصير 1 بلس R5 على R6 مضروبة في مين؟ V1 في V1 ماينس R5 على R6 في V2. هاي مهمة المعادلة رح نستعملها نعوض، رح نتخلص من VA هون. أنا هون VA و VB انترميديت فاليوز ما بيهموني، مين اللي بيهمني؟ بيهمني VO بدلالة V1 و V2. حتى اخلص من في بي وفي اي بدي اطلعهم بها. هي عندي اكسبرشن، هي في اي بدلاله في 1 وفي 2، اذا هذا بامكاني امسكه واعوضه هون. نعمل نفس الشيء هلا، نعوض 4 في 3. اذا عوضت 4 في 3 محل اي شو راح احط؟ هاي الكميه، بصير عندي في 2 ماينس في بي شو بتساوي؟ بتساوي ار 5 على ار 6 في في 1 ماينس في 2. هلا نفس الشيء بدي اتخلص من في بي. هلا ممكن اخلي الاشاره بتصير 1 زائد 1 زائد ار 2 على ار. اذا نقلت في 2 لهون بتصير ماينس، مش هيك؟ ايش رايك نضرب كل شيء في ماينس؟ بالضبط. طيب اذا نضرب هاي في ماينس هاي بتصير بلس، هاي في ماينس وهاي بتصير ماينس. اذا لما بنقول في 2 على هاي الجهه شو بتصير؟ بتصير 1 بلس ار 5 على ار 6.
تصير 1 بلس ار 5 على ار 6 هاي مضروبه في مين؟ في 2 وبعدين عندي ماينس في 1 في ار 5 على ار 6 وهي بتساوي في هلا بدي اعوض في بي هون وبدي اعوض في اي هون شوف المعادله النهائيه اللي بتطلع معنا اذا بصير عندي هلا في اوت بيساوي عندي ار 3 على ار 1 راح تضلها برا محل في بي راح احط الاكسبريشن هذا اللي موجود هون اللي هو 1 بلس 1 بلس ار 5 على ار 6 مضروب في في 2 ماينس في 1 في ار 5 على ار 6 هذا اللي هو في بي ماينس في اي ماينس في اي عندي هذا راح يصير ماينس مش هيك راح يصير عندي ماينس في 1 V1 R5 ماينس جو ماينس V1 ماينس V2 لخبط حالي خليها الماينس لا دكتور اللي تحتيها 6 مش عدد 6 مش 5 المعادله هي اللي بدي اياها هاي طيب محل اذا VA راح اعوض هاي المعادله اللي هي V1 1 بلس R5 على R6 ماينس ار 5 على ار 6 في 2 خلينا نطلع نشوف هلا الاشاره الاشاره عندي هون ماينس وعندي الاشاره هون ماينس بقدر اجمع هذول التيرمز مع بعض والاشاره عندي هون بلس هون بلس وهون بلس فبصير عندي في 1 عليها ماينس ومضروبه بتصير 1 بلس ار 5 على ار 6 وايش بيجيها من هون؟ ار 5 على ار 6 بتصير 2 مش هيك 1 بلس 2 ار 5 على ار 6 مضبوط؟ بلس V2 بتكون نفسها مش هيك 1 بلس R5 على R6 وبيجيها R5 على R6 بتصير 1 بلس 2 R5 على R6 ايش صار عندي في النهاية؟ هذا العامل مشترك مع هذا مزبوط؟ بقدر اطلعهم برا صار عندي V out بتساوي V2 minus V1 الكل مضروب في 1 بلس 2 R5 على R6 في R3 على R1 في R3 على R1 صح إذا اخترت R3 و R1 متساويين راح يصير هذا واحد و R5 تفضل أهلا فيك تفضل أهلا فيك هلا بشوفها بعد المحاضرة R5 داخلية موجودة R5 موجودة في الداخل و R6 موجودة خارج إحنا بنحطها هلا لما تشتري أنت الداتا شيت راح يعطيك قيمة R5 فأنت بتعرف R5 شو بدك تحط خارج الهاي R6 و R3 بتساوي R1 فصار الجين اللي بدي أطلعه بقدر أطلع جينز عالي جدا يعني مثلا اظن انت عنديش هلا الداتا شيت خلينا بعد الهاي بعد المحاضره خلينا نطلع الفاليو تبع من تيبيكال داتا شيت ونشوف بس بقدر اعمل جينز مقدارها 1000 1000 1500 يعني بقدر اعمل جينز عالي جدا لانه عندي هون انا ممكن اركب ثيرموكابل يعني ممكن اجيب ثيرموكابل ابدي السلك تبعه اعمل تويستنج للسلك تبعه اللي جاب الثيرموكابل عشان النويز واوصل الطرفين تبع الثيرموكابل، الثيرموكابل شو بعطيني؟ ميلي فولتس بالميلي فولتس المفروض اني اشغل هون، هذا كمان احد مشاريع اذا حب حد يشتغلهم يشتغل هاي ويشبك هاي نعم طيب شو الادفانتج له عني استخدم سنجل اوب امب؟ يعني بس هاي فيري هاي جين فيري هاي بعطيني هذا اذا حسبته راح تلاقي الكومن مود ريجكشن ريشيو تبعته عالي جدا، احنا ما دخلنا بتفاصيلها وحساباتها بس لو انت اخذت اي دائره من الدوائر اللي اشتغلنا عليها قبل شوي التقليديه دي راح تلاقي الكومن مود ريجكشن ريشيو تبعته مش عالي كثير لانه الكومن مود جين بضخمه بضخم جزء من الكومن مود جين واضح اميون تو نويز يعني نعم بصير في اميونيتي هون اكثر النويز بالضبط اذا متذكرين حكينا المره الماضيه عن الكومن مود ريجكشن ريشيو الكومن مود ريجكشن ريشيو هي الريشيو ما بين الديفرنشال جين مقسوم على الكومن جين اذا اطلعت على بعض الامبليفايرز اللي احنا كنا نتطلع عليها زي الديفرنس امبليفاير راح تلاقي لما تحسبها انا ما دخلت بالحسابات تبعتها راح تلاقي انه هذا الرقم كبير مش كبير بشكل هائل هلا انت لما بدك تصير تضخم ملي فولت هون وتطلعهم بالفولت راح يصير عندك مشكله اذا ما عندك هاي كومن مود ريجكشن ريشيو فالاميونيتي للنويز بتكون عاليه جدا اوكي خصوصا انه عندك جينز عاليه